محرجه محرجه. مشاهد كاملة اللي كاتبها الأستاذ أسامة أنور عكاشة، مش عارفة تفتكروا ولا لأ، في مسلسل ليالي الحلمية جملة الصناعة يا علي ينفع نلخص بيها كل أزمتنا وكل مشاكلنا وكل تحدياتنا دلوقتي. رجعوا للمشهد ده من فضلكم، افتكروا الأستاذ أسامة أنور عكاشة كتبه إزاي. أنا بتشرف إني أقدم لحضراتكم السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشاركة حضراتكم في حيثيات الاختيار. سيادة السفير فهمي فايد فليتفضل. بذكر اسم الأستاذ أسامة أنور عكاشة أيضا يرد إلى أذهاننا وقلوبنا، ده شرف، ده شرف. أستاذ إنعام هتلقي كلمة فإحنا هنديك حضرتك المايك. كل اللي شاركوني في مجلس لجنة التحكيم على مدى 10 سنوات، وبشكر سيادة السفير محمود كارم على الكلمة الجميلة اللي قلتها لأخجلت تواضعي، حسيت إنها والله ممكن تكون كتير إنما هي كلمة جميلة أوي. شكرا للدكتورة مشيرة خطاب، شكرا للجميع، شكرا للحضور. أنا واضح إن الكلام يعني مش قادرة أكمل من كتر إحساسي. الرعشة اللي جوايا والفرحة والسعادة بهذا الحضور الجميل الكريم اللي يمكن ممكن أقوله أعطوني أكثر، قد يكونوا أعطوني أكثر ما أستحق. شكرا.